المشاهدين، السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. أحييكم تحية أخرى، أحييكم مع انطلاقة أخرى، أحييكم مع مسيرة أخرى، أحييكم مع رحلة كذلك وعمر آخر. الثنايا العمانيات الأصائل تنطلق على البركة من رحلة عمرها هي 8000 متر. إنها طويلة طبعا على المضمرين، وإنما فتعتبر قصيرة جدا على خيرة السبك في هذا الشوط. هناك تسعيرة قيمة رصدت للفائز بالمركز الأول، جوائز نقدية قيمة للأسماء المشاركة في هذا الشوط وفي هذه الانطلاقة الشاهينية. الحمد لله الحمد لله يا شمس، الحمد لله الحمد لله. مبروك يا شمس، مبروك. الله يبارك فيك، مبروك. الله يبارك فيك. سعدون سعدون، انا عارف ان الدانة تبيض وجهي دائما، والله عمرها ما خابت. سعد الحمد لله الحمد لله. ايه يا الدانة، ناكتي وانا عارفها يا جماعه، ناكتي وانا عارفها. الحمد لله الحمد لله. بيضت وجهي، الله يبيض وجهك، ما خساره فيك تعبي وشقاي. كل الناس تشجع سمحه، وانا سامع واحد باذني هذه يقول ان الدانه ما تستاهل الفوز. سمحه ناقه المعزب سليمان حق. انا سليمان الطايع، ما حد ما يعرفني في هالبلاد، استثماراتي في كل مكان، وفي الاخر اصير متنزل اللي يسوى واللي ما يسوى. ومن من واحد لا راح ولا جاء. الميدان كان متروس من الناس وكبار الشخصيات، وين اودي وجهي منهم وين؟ هدي نفسك يا ابو خالد، هدي نفسك، صحتك بالدنيا. انا مش عارف سامحه جرى لها ايه، الله ده كان فاضل خطوتين وتكسب السباق، انا مستغرب. زين والحين شو نسوي بعد ما فشلتنا سامحه وخسرت وصار اللي صار؟ نحروها، ما اريد اشوف وجهها من اليوم ورايح. نحروها، اطعمها من خيري، وفي الاخر تخزيني قدام الناس. نحروها ان شاء الله. بننحرها الحين بننحرها، بس هدي يا طويل العمر هدي. ومن اليوم ورايح تدوروا لي على ناقة سبوق غيرها مهما كان ثمنها، حتى لو تطلعوها من تحت الارض. فاهمين؟ فاهمين. اوامرك اوامرك يا ابو خالد، بس انا عايزك تنسى اكني مفيش حاجه حصلت، وانا ان شاء الله هجيب لك ناقه مفيش زيها، لا مصيحه ولا غيرها تقدر تقف قدامها. مصيحه؟ مصيحه سمير، مصيحه. ما يجراش حاجه، ما يجراش. يلا. شامس يا شامس. خير خير. هاي انك ناسي بشتري الدانه؟ الدانه ما تنباع وانا حي. الا ناس راهين، فلوسهم تتكلم. فلوسهم لهم والدانة لي أنا، سمعت؟ هذا أنت اللي جاي منهم؟ لا حش على زينك، ألا كانوا جايين الريس وشافوه يوم تهفف هفاف، ويقول لك راعي سمحة يوم عرف بخبر نحرها وزعلان ومحمق. الحين تخلي عنك الكلام، بتقابلهم ولا إيش الجماعة؟ خليه ينحرها، وأنت أبوي اسمع، بتضربك بتضربك، دور ربعك. أعطيه 3 ملايين. إزاي؟ ده كتير قوي، البيت ما يستاهلش، ده بيت قديم. ومن قال لك إني أنا أريد البيت؟ أنا أريد الأرض اللي قايم عليه البيت. طيب ليه؟ فتح مخك يا أستاذ منصور، فتح مخك. المنطقة التجارية كلها راح تنتقل هناك في ذاك المكان. يا سلام، ده أنت عليك عقل يوزن بلد يا أبو خالد. المهم، تعرف بيت هذا اللي اسمه شامس رعدانة؟ علي يعرفه، هو يوديك. تعرفه يا علي؟ هي طال عمرك عارفه.
هذا البيت طال عمرك. هو هذا بيت لبنت في شامس؟ لا طال عمرك. زين خلاص تحرك. الله يبارك فيك. مبروك. الله يبارك فيك يسعدون. دخلها بقى مع اخواتها في الحظيرة. على اتحال انا جمعتكم اليوم ونتمنى ان شاء الله انه الصفقة ترسو علينا، وان شاء الله اذا رست طبعا مستقبل كبير ينتظر هذه الشركة. اعلمكم شوية. ها منصور. الو ابو خالد. ها بشر ايش سويت؟ وصلت الناقة الجديدة. والله؟ مال لا 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 ده انت تيجي تشوفها بنفسك. ما شاء الله تبارك الله. برافو عليك برافو عليك يا منصور برافو عليك. اسمعني، دخلوا الناقة الحظيرة وسقوها وطعموها، واذا شيء سمن وعسل اسقوها، وانا الحين جاي مرة الحين 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 جاي. استاذ والاجتماع؟ اجل الاجتماع، انا عندي شغل مهم، شغل ضروري، رايح اشوف الناقة. الناقة والشركة نسيني. بعدين ما شاء الله ما شاء الله. ابوها غزيل وامها فرحة اصيلة بنت اصايل. ها وتطرب في الريس ما خسرتش ولا مرة، عمرها ما خسرت، وراعيها ما كانش هين عليه يبيعها لولا انه حرام مزنوق في الشيكات ما كانش معها. طلب فيها كم؟ طلب فيها 200,000 وهو جاي ورانا. والله ما خساره. اسقوها عسل وسمن بلدي، ووظفوا لها شخص معين يهتم فيها ويراعيها ويسقيها ويطعمها الين يجي موعد الريس. هذه الفعالية التي انطلقت من يوم الاثنين واستمرت إلى حد هذا اليوم يوم الخميس الموافق 29 من شهر مارس لعام 2012 للميلاد، في هذا اليوم يسدل الستار على ختام هذا المهرجان موسم عام 2011-2012. اليوم الكاسات، اليوم الرموز، اليوم التتويج، اليوم النصر والناموس، في هذا اليوم حفاد هذا الموسم، في هذا اليوم حفاد جهود هذا الموسم، في هذا اليوم التتويج للمجتهد وللمنتصر وللفائز بالمركز الأول. شامس علامك وش فيك؟ ولدك صغير صغير علامة تعبان مريض. ولدي مريض؟ نعم. حول الله. الدختر هنا الدختر، يبوا لي الدختر، ولدي مريض يا جماعة يبوا لي الدختر. ومثل ما تفضل الشيخ سليمان قال ان القرارات اللي بتطلع من هالاجتماع هي القرارات اللي راح تحدد لنا مستقبل الشركة، خصوصا
من خلال الأرباح وبالتحديد خلال الخمس سنوات القادمة، وأكيد راح تكون بعد موافقة الشيخ سليمان عليها. أبو خالد إيش رأيك بهالخطة؟ يا أبو خالد فعلا مثل ما تفضل الأستاذ علي، القرارات هذه وأقصد بها قرارات الاجتماع راح تحدد استثمارات ومستقبل الشركة. كيف حال ولدي يا دكتور؟ للأسف الولد عنده التليف الكبدي. كيف يعني؟ فهمني، ما فهم أنا إيش تقول. أعراضه واضحة. زين وعالجه؟ هذا ولدي الوحيد. للأسف العلاج ما سهل مثل ما أنت تتصور، والمرض انتشر. إيش فيه زين؟ إيش فيه بالضبط؟ إيش بتسووه بالحين؟ محتاج لزراعة كبد. زين وكيف الأمور؟ الفلوس وكم تبون؟ عمليته مكلفة، وفي أغلب الحالات هذه العملية تكون ناجحة بنسبة 80%. منصور، خذ معك علي وروحوا عند هذا اللي اسمه شامس. أريدكم تشتروا الدانة بأي ثمن. أريد هالليلة تبات في حضيرتي. إن شاء الله يا طويل العمر مش هنرجع أنا وعلي إلا ومعانا الدانة. يلا بينا علي. أنت شامس؟ نعم أنا شامس، أنتم من؟ طال عمرك حنا جايين نشتري الدانة، يا ترى بكم طالبها؟ ترى حنا فلوسنا جاهزة. من قال لكم إن الدانة تنباع؟ يعني أنت مش ناوي تبيعها؟ الدانة ما تنباع يا أستاذ. بس أنا شايف يعني إنك ساكن في بيت قديم وما فيش سيارة واقفة قدام البيت، يعني أحوالك مش هي، ما تاخد الفلوس تصلح بها أحوالك. الناقة مش هتنفعك حتى لو كسبت الريس. انت محتاج فلوس مش محتاج ناقة. كلامك صحيح يا أستاذ، لكن بعدني أقول لك الناقة ما تنباع. تفضلوا معي. تفضلوا 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 تفضلوا. حيا حيا مرحبا يا العودة، كيف حالكم؟ هم ماشي. ألو، أيوه يا أبو خالد. لا مش راضي يبيع. ما راضي يبيع؟ هذا يا أما مجنون أو يستغل حاجتنا للناقة. عرضنا عليه فلوس بس دماغه ناشفة. اسمع يا منصور، أعرض عليه مبلغ زيادة وأنا واثق هذه المرة بيغص غصة. حاضر حاضر حاضر. ولدك مريض ومحتاج لزراعة كبد. حرام عليك يا شمس، ولدك ولا الدانة. ولدي يا شيخة ولدي، لكن الدانة ما اقدر ابيعها. كيف اعيش بدونها؟ تبيني تقتليني وانا حي؟ ولدك بين الحياة والموت. ايش من ابو انت؟ الدانة اعز عندك من ولدك. سكتي يا حرمة سكتي. صغير مثل ما هو ولدك ولدي، لكن لتطلبينا شيء صعب. خذوا كبدي، خذوا عيوني، خذوا اي شيء وطلبوا اي شيء إلا الدانة. Thank you.
لعل الأرض تنشق وتبلع. أنا هيش سويت في حياتي؟ هيش سويت؟ يا صغير يا صغير شامس، يا شامس ايش اللي تسوي بعمرك؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خلا البيت خلا. ساعدون، ما في بارض لك. غيب ثور ثور، ابى اشوف وجهك. تبارك الله فيك فمن فارك. يا شامس يا شامس، انت ومرة ثانية. اسمعني كويس، طول بالك. المرة دي غير كورن اللي مرة، المرة دي عارضين عليك 400,000 ريال. الفرصة ما بيجيش غير مرة واحدة. 400,000 ريال ما عليك إلا إنك تاخدهم تحطهم في البنك بعد ما تسلمنا الدانة. قلت إيه؟ قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكر كويس، ده مبلغ كبير مش سهل تسيبه. 400,000 ريال، اسمع الكلام ده، غيرك بيبيع عيل من عياله مش ناقة. كم قلت؟ 400,000 ريال؟ أيوة. يا ابوي شامس، بيع بيع وخلصني، بيع. اسكت انت، اسكت اسكت. طب 500,000 ريال، 500,000 ريال، اسمع الكلام. مرحبا سليمان. كلنا بنموت يا شامس، لكن الواحد يفكر في مستقبله ومستقبل أولاده. وإنت ولدك مريض وفي المستشفى ومحتاج زراعة كبد، وأنا بفلوسي أقدر أشتري أي ناقة وبأي ثمن. لكن قلت في نفسي حرام الفلوس تروح لواحد ما محتاج. أنت أحق بهن يا شامس، إذا ما إلك فلولدك. اتودي برع، اتعالجه. وهذا أنا جاي إنك بنفسي أقدم لك هذا العرض. ييتك على العين والرأس، والكلام اللي قلته صحيح، لكن نسيت شيء مهم يا سليمان. اللي هو؟ ما كل شيء ينباع، وما كل شيء تقدر تشتريه بفلوسك. فكر زين يا شامس، المبلغ 500,000 ريال عماني، لا تضيعهم من يديك. تعالج ولدك وتبني لك بيت، تبني لك بيت جديد غير هذا البيت اللي انت عايش فيه، وتحسن اوضاعك واحوالك بدل الحاله اللي انت فيها الحين. الدانه عندي اعز من فلوس الدنيا كلها يا سليمان. وولدك؟ ولدي امره بيد الله، لا بايدك ولا بإيدي يا سليمان. يعني هذا آخر كلام عندك؟ وما عندي غيره، ما عندي غيره. طيب ألو. أيوة ايوه لحظات استاذ منصور. ايوه تليفون. ايوه الو. ايوه ايه ها. طيب طيب، مع السلامه. مصيبه يا ابو خالد، مصيبه. الشركة خسرت 90% من استثماراتها بسبب تأجيل الاجتماع وتعليق القرارات الحاسمة الخاصة بالصفقة. أبو خالد استد معايا علي. يا سليمان يلا يلا على العربية الثانية. يلا
خير يا دكتور؟ قول لي ابو خالد عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله الحمد لله، عنده وعكه صحيه ومحتاج لراحه تامه، وعسى خير ان شاء الله. طمن ان شاء الله. شكرا. يا الله، شفت يا منصور؟ شفت كل اللي صار المعذب سليمان بسبب هذا شامس اللي ما يتسمى؟ لكن ما عليك، انا اللي اوريك فيه، ان ما قطعت راسه وجبت الناقه ما اكون انا علي. استنى، رايح فين؟ خليني يا منصور خليني، انت ليش دائما مسالم بهالامور؟ المسالمه ما تنفع بهالامور. وانت ليه على طول متهور كده؟ ما يصحش، سيبني انا هتصرف بطريقتي، بطريقه دبلوماسيه، وعين احنا في مستشفى، ما يصحش كده، سيبني هتصرف انا. حرام عليك يا شامس، هذا من لحمك ودمك، ليش تسوي فيه كذا؟ شامس طنقني، ماني داعش معك. أنا موافق لعلاقة، صحيح أنها ما تهون، لكن ولدي مريض ولازم يتعالج. علامة الدانة، علامة الدانة، ماتت ماتت يا شامس، ماتت الدانة، ماتت. مجنون انت، تكذب علي ولا ايش؟ انا اللي حاصل. الدانة ماتت، الدانة ماتت، الدانة ماتت. يا ريتني مت قبلها، يا ريتني ما عشت، يا ريتني مت مع الدانة، مت مع الدانة.